أعزائي المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن. زي ما عودناكم إن دايما برنامج همسة مواطن منبر من لا منبر له. جات لنا طبعا استغاثات كتيرة من أهالينا بشرق النيل، وخصوصا قرية بياض العرب وقرية بن سليمان وقرية صنور والعلالمة والورشة، قرى مجلس قروي بياض العرب، بيشتكوا من ارتفاع غلو أسعار تقنين المنازل. وللعلم عشان الناس تبقى عارفة أكتر، الناس دي المنازل دي مش مقامة بعد 2010 عشان الناس بيختلط عليها الأمر، لا، المنازل دي في منازل منها من سنة 70، وفي منازل منها من سنة 60، وفي منازل منها سنة 90، يعني المنازل ليها أكتر من حوالي، في بيوت ليها أكتر من 50 سنة، وبتدفع إيجار لأملاك الدولة. يعني مقيم، في ناس تورثتها أبا عن جد البيوت، إلا إن هم فوجئوا عشان يقنن، فوجئوا بأسعار عالية جدا جدا لا قبل لهم بها. المتر 1000 جنيه و700 جنيه، مواطن عايش ليه 50 سنة في أمان، جاره لما اشترى بعشرين جنيه، هو فوجئ ان بيطالبوا منه في المحافظة وبيبيعوا له المتر ب1000 جنيه. قبل ما اكمل مع حضراتكم وارحب بضيوفي، نروح نشوف التقرير اللي صورته بنفسي ونزلت قلب الشارع وسألت الناس عشان نوصل استغاثتهم، ويكون لهم صوتهم يوصل للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية. نروح للتقرير ونرجع نكمل مع ضيوفنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من محافظة بني سويف قرية بياض العرب. طبعا النهاردة بنلتقي بأحد المواطنين اللي استغاث ببرنامج همسة مواطن، وزي ما عودناكم إن برنامج همسة مواطن منبر من لا منبر لهم، ودائما متواجدين معكم لنقل صوتكم إلى المسؤولين. نلتقي بأحد الأهالي، أتعرف على حضرتك. سيد محمد عبد العزيز، موظف بشركة مياه الشرب. أهلا بك يا أستاذ السيد. السيد، أنتوا استغاثتوا بالبرنامج عشان توصلوا رسالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالتكم إيه وشكوكم؟ احنا سيادة الرئيس احنا بنشكره جدا، لانه قال لك لازما انتم مع المواطن الفقير وتشوفوا البعد الاجتماعي للمواطن وتشوفوه، لكن المسؤولين في المحافظات وهنا وهنا مش ما بيشوفوش البعد الاجتماعي ده خالص. احنا في بيوت من 92 رابطين من قبل 92 وحتى 80، المتر كان ب 12 جنيه و25 جنيه وب70 جنيه، واخر حاجه وصلت ليها الاملاك 300 جنيه، ومعانا الاوراق والعقود اللي تثبت بذلك. ورحنا نعمل شكوى للمحافظ وشكوى لجنه التقنين، اترفضت، قبلت شكلا وترفضت موضوع، وقال لك انتم مالكمش الا تظلم واحد، ومع ان كده تطلعوا ايه تعملوا قضيه في مجلس الدوله. يعني كم واحد يعمل قضيه؟ احنا معانا فلوس عشان نعمل قد؟ طب ما احنا لو معانا فلوس كنا نروح. يعني اذا مشكلتكم ان هو معليين عليكم سعر تقنين او البيع. لا، البيوت دي من سنه كام؟ من قبل 92، وفي في الثمانينات، ومعانا العقود اللي تثبت بذلك والقسائم والسجلات اللي هي مثبوته في الاملاك الدوله. وطبعا في برضه عقود بيعات من سنه 90 او بيوت من سنه تم البيع ليها على زي ما حضراتكم قلتوا لي ب 20 جنيه، واخر بيعه كانت 100 جنيه. يعني اذا انتم بتطالبوا من السيد رئيس الجمهوريه الاب الراعي لكل المصريين ان هو يعني يصدر قرار بتخفيض العبء عليكم، وخصوصا في الارياف. سيادتك كمان الارياف المفروض لها وضع والمدن لها وضع. انا كمان لجنه التقنين ساوت الرابط قديم من التسعينات باللي لسه ما دفعش ولا جنيه لاملاك الدوله، وبعت له المتر ب 700 جنيه، مع ان ما دفعش ولا مليم ولا رابط خالص ولا ليه سجلات في املاك الدوله خالص. طيب بشكرك، وناخد اراء احد المواطنين. شكرا جزيلا.
ومعانا احد المواطنين من نفس القرية وايضا نفس المشكلة، وهي مشكلة ارتفاع سعر تقنين اراضي املاك الدولة بقرية بياض العرب، والمشكلة ايضا بتخص قرى شرق النيل، وجميع قرى شرق النيل بيشتكوا من سعر تقنين اراضي املاك الدولة. اتعرف على حضرتك. المواطن علي عبد العال عبد العزيز، شغال عامل خادم مسجد بوزارة الاوقاف. أنا قاعد في المنطقة اللي أنا قاعد فيها دي من 91 ورابط وبدفع للأملاك من 91، وجايين دلوقتي بقى نعمل التقنين. صرفت على التقنين 5000 جنيه، وجايين دلوقتي عايزين يعملوا لنا المتر بألف جنيه. طب أنا دلوقتي عشان أجيب منين كل سنة 40000 جنيه عشان أدفعها قسط؟ طب أنا أوكل ولادي ولا أدفع للدولة القسط اللي هو مطلوب مني؟ انا ما معيش ان انا ادفع المبلغ ده. واحنا بنناشد السيد رئيس الجمهوريه ان يبص لنا بعين الرحمه كاننا مواطنين من مواطنين من مواطنين مصر، اللي احنا اللي هو بيقول احنا انا الاب الروحي لاولاد مصر. طب احنا دلوقتي مش شايفين اي حاجه من اللي السيد الرئيس قال عليها خالص. احنا عايزين سياده الرئيس يبص لنا بعين الرحمه لا، هو سيادة الرئيس يعني بيناشد السادة المحافظين، وقال ان كل محافظ عاطله الحرية في التصرف في املاك الدولة. فاحنا بنناشد السيد محافظ الدكتور محمد هاني ان هو يكون في تواصل مع حضراتكم، ويتم اعادة اللجنة من تاني، ويتم التخفيض سعر التقنين عليكم. بشكرك، ونلتقي ايضا مع فاصل، ونلتقي مع مواطن اخر من نفس القرية. وما زلنا معكم من قرية بياض العرب، وأيضا نلتقي بالمواطنة. نتعرف على حضرتك. السيدة منى شحاتة حسن، من أحد مواطنين قرية بياض العرب. دلوقتي إحنا بنناشد سيادة الرئيس إن إحنا مشكلتنا إن إحنا دلوقتي التقنين إحنا رابطين من زمان، قاعدين من زمان لينا أكتر من 25 سنة، ونسى قاعدة من 30 سنة. دلوقتي حضرتك عايز يعمل لنا المتر ب1000 جنيه. أنا معايا 4 أطفال وجوزي أرزاقي. دلوقتي هنجيب منين مثلا 40000 جنيه طول السنة؟ دلوقتي هندفعها منين؟ هناكل ولا هنشرب ولا هنعمل ايه؟ انا بناشد سيادة الرئيس انه يرفق بينا وبحالتنا وبسيادة المحافظ. دلوقتي احنا اسر هنا، كل اسرة اللي معاها 4 واللي معاها 5، مفيش حد يقدر يدفع المتر ب1000 جنيه. وبعدين في مشكلة. ان شاء الله ان شاء الله رسالتك توصل للسيد المحافظ. البيت ملك ونص املاك دولة، ما حدش عارف النص الاولاني املاك دوله، وما حدش عارف النص الاملاك، ما حدش عارف اي حاجه. وساعه التقنين قالوا لك هنطلع ده من ده، ومحدش سال فين. طيب ان شاء الله رسالتك توصل، بشكرك. وطبعا انا طبعا بناشد السيد الدكتور محمد هاني يا فندم بالرجاء النظره بعين الرأفة لابناء شرق النيل. الاسعار مبالغ فيها جدا، 1000 جنيه و700 جنيه دي اسعار عاليه جدا جدا. في بعض المحافظات تم التقنين فيها ب250 جنيه وب200 جنيه، ويمكن كمان الحاله الاقتصاديه للمحافظات الثانيه والقرى الثانيه اعلى. هنا ناس بسيطه جدا، ناس شغالين عماله، ازواجهم عماله غير منتظمه، يعني المواطن بيعاني. فاحنا يا ريت نبقى عندنا عين نبص للمواطن بعين الرحمه، وان شاء الله من خلال منبرنا يوصل صوتكم. بشكرك، وان شاء الله يوصل صوتك للسيد رئيس الجمهوريه، اللي هو دايما لما بتوصل استغاثات البسطاء دايما بينظر ليها بعين الرأفه. وبشكرك. شكرا. الحاله على الأد. البيت من سنه كام؟ ده من زمان خالص، احنا واخدين من زمان، يعني كل الحاره كده مع بعضيها واخده أدي. يعني كان المتر 20 جنيه ساعة ما باعوا كده. جارك اشترى ب 25. جاري اشترى ب 70، وجاري اشترى ب 25. يعني اخر بيعة كانت ب 70 جنيه. كانت ب 70 جنيه. انا النهارده فوجئت ان المتر ب 1000. انا جاي لي الجواب ليه اكتر من شهر، وانا راميه في البيت سيادتك، ما اوديه في ايه؟ ولا معايا فلوس احط، ولا معايا اي حاجة. وانا جوز بنتي ميت ليه يجي شهر؟ انا بوكل اليتامى دي. يعني ان شاء الله رسالتكم توصل اعزائي المتابعين والمشاهدين. زي ما شفتم حالات اهالينا بقريه بياض العرب، انا بناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناشد الدكتور محمد هاني. حضرتك يا فندم دول اسر بسيطه، الألف جنيه لا طاقه لهم بها،
يا ريت يكون في اعاده اللجنه تعيد التقنين تاني واعاده للتسعيره عشان رحمه بهؤلاء اهالينا. اي حاجه طالبينها نجيبها ان شاء الله. صوتك يوصل لسياده الرئيس. وطبعا اعزائي المشاهدين ننتقل الان الى الاستوديو. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد ما شفنا التقرير وشفنا قد ايه اهالينا البسطاء بيشتكوا من اسعار تقنين الاراضي وان المحافظه مش مستجابه معاهم. طبعا برحب بضيوفي. رحب بالاستاذ عبد الحميد. اهلا بك استاذ عبد الحميد. استاذ سيد اهلا ورحب بحضرتك. اهلا وسهلا بك. طبعا انتوا لما استغثتوا بالبرنامج وجهتوا لنا نداء احنا استجابه ليكم نزلنا وصورنا. وطبعا حضراتكم متعرض التقرير. استاذ عبد الحميد انا عايز اعرف من حضرتك المشكله بتفاصيلها، وهل انتوا تواصلتوا مع السيد المحافظ وتم استقبالكم واتوعدتم حتى ان هي يتنظر لهذه الاسعار ام لا؟ احنا عملنا تظلمات والتظلمات اترفض. يعني انتوا عملتوا تظلم؟ عملنا تظلمات والتظلم اترفض. طيب ايه الموضوع؟ الموضوع ان احنا البيوت اللي احنا قاعدين فيها دي مبنيه من سنه 90. لا ده في ناس كمان قالت لي ان في بيوت في ناس قبل قبل في ناس قبل في اللي اشترى وفي اللي لسه ما اشتراش زي حالاتنا. في ناس بعدين جديد. في ناس جيران الاملاك لما رفعت المنطقه او رفعت المناطق اللي في بياض بتبيع بيت او اتنين وتسيب اربعه. معانا صور من المستندات الجيران الحيط في الحيط. الحيط في الحيط. واحد ب 25 وواحد باعت له جواب ب 1000. واحد ب 700 وواحد باعت له جواب ب 1000. فاحنا مش عارفين نعمل ايه. طيب يعني انتوا معاكم عقودات؟ ومعانا عقودات بتاع الجيران كلها. قلتوا كمان ان في ناس اخر بيعه، في ناس اشترت ب 100 جنيه وكانت بتنزل بيعات مش بينزل البلوك كله او لا لا ما ينزلش البلوك كله ده او المنطقه كلها كان ما بتنزلش شايف تلات بيوت بيتين. حتى نفس الوضع بعض القرى الناس اشتكت من الموضوع ده ان هو كان بياخد مش بياخد البلد على بعضها ولا بياخد منطقه كامله، لا ده كان بياخد اجزاء معينه ويقنن ليها. الناس قننت المتر ب 20 جنيه، يجي النهارده الجار اللي قنن ب 20 يفاجئ جاره ان هو مبعوت له ب 1000 جنيه. يعني جاري قنن ب 20 جنيه. طب لما ترفع على الاقل يبقى في رحمه شويه او في مراعاه لظروف المواطن، وخصوصا في قرى الريف وخصوصا في قرى شرق النيل. الناس طبعا ظروفها الاقتصاديه تعبانه لان معظم الناس بيعملوا بالزراعه، يعني الفلاح البسيط اللي هو بيزرع المحصول ويستنى اخر الموسم يبيع محصوله. ده اللي عنده دخل ثابت كل شهر، لا ده بيزرع واخر الموسم يطلع المحصول بتاعه ويسدد. بيبقى كلنا عارفين بيبقى واخد من ده دين ومستلف من ده من بتاع الكماوي ومن بتاع التقاوي ومن بتاع الغاز، ويجي اخر الموسم يوزع القرشين. تيجي النهارده انا احمل الفلاح البسيط المواطن البسيط الفلاح البسيط اللي عايش في بيته امن ليه 30 40 سنه، واجي اقول له النهارده تعالى يا سيدي الفاضل ادفع لي 1000 جنيه او 700 جنيه بدون مراعي الحاله الاجتماعيه للحاله. سياده المحافظ حضرتك يمكن عملت نموذج مشرف انا وهو موضوع ان انت حضرتك تستعان بشباب وتجعلهم مستشارين لحضرتك. لو سمحت يا سياده المحافظ خلي الناس الشباب اللي مع حضرتك ينزل. طيب ناخد اتصال. الو السلام عليكم. سيادة بركة يا استاذ اشرف. اهلا بيك استاذ نبيل، اتفضل يا فندم. لا يا استاذ اشرف احنا عندنا مشاكل كتيره في بني سويف هنا تقنين الاراضي املاك الدوله. احنا النهارده بنتكلم على تقنين اراضي املاك الدوله في محافظه بني سويف. والله يا ريت يا فندم صوت الناس يوصل للسيد محافظ بني سويف. الناس بصراحه بتعن جامد جدا من موضوع تقنين الاسعار دي، والاسعار عاليه جدا. في مقدرين الامطار ب 1000 و1000 ونص، والناس غالبا ما عادش تدفع يعني. فالمفروض يكون في رحمه على الناس شويه. على فكره انا واحد
انا ما عنديش اي حاجه خالص، انا بيت الحمد لله ملك، بس انا بطالب للناس الثانيه ان انا واحد من الناس وعايش المشكله دي، عايش وسط الناس والناس عايشين وسط الناس وعارفين ان الناس بتعاننا صعب من الناس دي وبتشتكي للناس المسؤولين، بس للاسف ما فيش حد بيسمع كلامهم. ويا ريت من خلال المنبر الاعلامي بتاعكم يتسمع انين وشكوى الناس في محافظه بنسويف من غلاء تقنين وضع اليد بالنسبه لاراضي املاك الدوله، يا ريت يقولوا. وخصوصا ان البيوت ده فيه بيوت من 50 سنه و60 سنه، يعني ناس ناس ما تعدتش بعد الثوره، عشان الناس بتاخد بواخده يعني فكره، لا ده البيوت دي ليها 50 60 سنه. وبالذات قرى شرق النيل، منطقه بياض العرب بالذات وبني سليمان وصنور والعلالمه والشيخ علي، البلاد دي اساسا مقامه على ارض املاك دوله من مئات السنين، من 500 600 سنه اللي فاتت، يمكن لها فتره طويله، ازمنه طويله. الناس دي بتدفع ايجار للبيوت دي من زمان، يمكن قيمه الايجار اللي اتدفعت تغطي تكاليف الارض لو اشتروها من زمان. فيا ريت الرحمه من الناس المسؤوله وخاصه السيد محافظ بن سويف يريح الناس بس في الاسعار شويه، يخليها حنينه على جديد زي القديم، لا القديم بسعر والجديد بسعر. المناطق المميزه لها سعر، ايوه المناطق اللي جوه البلد داخل الكردون، البيوت القديمه خالص دي المفروض يكون لها سعر حنين غير الجديد يعني. ده بشكرك بشكرك يا استاذ نبيل، وان شاء الله صوت حضرتك يكون وصل، وان شاء الله احنا من خلال منبرنا هنتواصل ايضا مع السيد المحافظ، وان شاء الله يكون في لقاء باهالي قرى شرق النيل. محافظه بني سويف من اعلى المحافظات اللي اتحط فيها تقدير. يمكن سياده الرئيس ترك موضوع تقنين الاراضي او التسعيره للمحافظين، للاسف البعض اللجان اللي هم قاعدين في المكاتب نزلوا وقدروا، اللي بيقول لك المتر بيتباع ب 1000 جنيه، يا سيدي المتر بيتساوي 1000 جنيه، انت هتبيع لي بيت اللي انا عايش فيه في 50 سنه؟ يا سيدي ده اقل حقوق المواطن واقل حقوق الديمقراطيه ان الدوله توفر لي سكن. لا انا الدوله خلاص طلعت البيت ليه 50 سنه عايش فيه ورثته ابا عن جدا، ما تجيش النهارده تقول لي ده سعر المتر يساوي كذا. ما انا بنيت ايام ما كان لا فيه نور ولا كان فيه ميه ولا كان فيه طرق، بنيت البيت ده ولا كان فيه اصلا كوبري يوصل الشرق بالغرب، بنيته من 60 سنه، تيجي النهارده تقول لي ده انا اجيب منين؟ المواطن البسيط يجيب منين اسعار لا طاقه لهم بها؟ الناس بتشتكي لكن للاسف بيروحوا الاستثمار محدش بيسال فيهم. ناخد اتصال اخر. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ اشرف. اهلا بحضرتك استاذ بكر. اهلا بحضرتك. ابو بكر عرف عبد اللطيف بني سويف يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ بكر. حضرتك احنا من خلال منبرك الحر، همسه مواطن، اتفضل. ومن خلال صوت سعادتك كاعلامي حر الاستاذ اشرف ابو دنيا، واحنا متابعين حضرتك على برنامج همسه مواطن على قناه الحدث والصحه والجمال. ربنا يبارك في حضرتك. بنقدم استغاثه لرئيس الجمهوريه ولمحافظ بني سويف بخصوص اعضاء جمعيه المحافظه، واحنا حوالي اكثر من 1000 اسره، 302 اسره بيستغيثوا من هيئه المجتمعات العمرانيه. دول عباره عن ان احنا كان عندنا ارض في منطقه بياض العرب اللي هي الخلايفه، اللي هي ارض الخلايفه ملكيتها عند انشاء مدينه بني سويف الجديده سنه 87. تمام. ودي وقع مشكله ثانيه مع 1000 اسره ثانيه اللي هم الخلايفه. والله احنا محافظ بني سويف إن شاء مش عايز يتواصل. هو الموضوع يا استاذ بكر، يا باشمهندس بكر، الموضوع مش في ايد المحافظ، الموضوع مع السيد وزير الاسكان، وهناك حلول احنا ان شاء الله هنطرحها على السيد الوزير، وهنطلب ان شاء الله من خلال برنامجنا، وهننزل نصور ال 500 اسره اللي هم في ارض الخلايفه، هنصور معاهم وهنشوف مطلبهم باذن الله، وهنقول للسيد ان شاء الله نطلب
من المجتمعات العمرانية إن هي تتنازل للأرض الأملاك ترجعها لأملاك الدولة، يا إما هي تبيع للناس وتبتدي تقنن أوضاع الناس بأسعار مخفضة. أستاذ أبو بكر إن شاء الله بوعدكم إن شاء الله هننزل بكاميرا برنامج أمس المواطن ونصور معاكم ونتوجه إن شاء الله للسيد وزير الإسكان، لأن الموضوع ما يتحلش إلا إن شاء الله من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. بشكر حضرتك يا باشمهندس أبو بكر، وعلى وعد إن شاء الله نحن نكون معاكم في قرية الخليفة ونصور مع حضرتكم. نرجع تاني للأستاذ عبد الحميد. طيب أستاذ عبد الحميد، يعني أنت قلت لي إن إحنا عملنا تظلم واترفض. طيب هل ما حاولتوش تقابلوا السيد المحافظ وتشرحوا له ظروفكم؟ احنا كاتبين شكوى السيد المحافظ ورافقين فيها صورته العجود كلها اللي جنبينا، وإن شاء الله نشوف حد يعرضها على سيادة المحافظ، لأن الوقت طبعا أنت عارف مجلس الشعب محلول حال وما فيش نواب. حتى الناس المترشحين يعني انا مش انا، ولكن انت كمواطن من حقك ان انت تروح مكتب الشكاوي وتطلب مقابله بعيد عن اي نائب او عن اي مرشح. انت من حقك ان انت تتوجه لمكتب الشكاوي وتطلب مقابله السيد المحافظ، وهم بيحددوا ميعاد لحضراتكم، ولهم لو سمحتم احنا عايزين نقابل المحافظ شخصيا، لان محدش هيقل معاك وهيحل مشكلتك. لان انا سمعت برضو السيد المحافظ بيقول ده اسعار اتحطت قبل ما اجي. لا سيادتك، الاوضاع بتاع الناس الاقتصاديه لا تسمح بالاسعار اللي محطوطه. طيب انا عايز اطلع على بعض على الاسعار. سنه 90 لما انا بنيت كان جرات الارض الملك جنبيه جنب المنطقه دي ب 300 جنيه. لو انا معاك 300 جنيه وقتها كنت اشتريت جرات ارض وما كنتش رحت عند املاك الدوله. ما الناس اشترت ب 15 جنيه وب 25 جنيه. ما بيحكيليش ليه معاهم. انت مش ذنب المواطن. مش ذنبي انا، هو مش ذنبي انا كمواطن. مش ذنبك انت. انت رفعت المنطقه حطيتها على خرائط، حشيتها على خرائط، بيع المنطقه. من بيت 50 انقل في منطقه ثانيه، بيع على بعضيها، ما تنجيش بيوت وتبيعها. وليه البلد كلها وليه ما ينزلش القريه؟ ليه ما ينزلش القريه كلها بيع واحده زي ما حاصل كده؟ قبل كده في المجلس المحلي بقى النادي بالبيع. في المحافظ النادي بالبيع. الكلام ده من التسعينات واحنا بالنادي بالبيع. محدش سأل فين. محدش سأل لا محدش سأل فين. طيب انت لما رحت قدمت ورحت مكتب الاستثمار قالوا لك ايه في السيد في الاستثمار؟ انا سيادتك رحت مكتب الاستثمار اول ما جالي الجواب رحت وعملت ودفعت اللي هو جيلك على كام؟ جالي على 1000 جنيه. طب انت موظف على 1000 جنيه، انت موظف في، قلت لي انت موظف في شركه مياه الشرب. بتاخد كام يا استاذ؟ يعني مرتبي 2600 بكله، وحتى ومعايا اسره مكونه من 8 افراد، والدتي وزوجتي واولادي. والدتي حاجه مسنه على قد حالها بتاخد معاش 420 جنيه. مطلوب منك كام بقى يا استاذ سيد؟ مطلوب مني ان انا ادفع 22000 جنيه في السنه. يعني انت مطلوب منك 144 الف جنيه. هل يعقل يا جماعه، يعني هل يعقل ان مواطن يطلب منه في السنه 22 الف جنيه وهو بياخد لو حسبناها له 30 الف جنيه، يعني 2000 جنيه يعني في الشهر هيدفع 22 الف؟ هل ال 8000 جنيه هتكفيه هو وبيته وعياله طول السنه؟ يعني كمان الاوضاع يا جماعه لو سمحتوا، انا سيادتك عايش على قروض، انا جايب كارد من بنك مصر، يعني بدفع 1900 جنيه بعد الثلاث شهور اللي هم خصموهم بعد موضوع الكورونا. يعني اللي بيفضل من المرتب حوالي 600 جنيه او 700 جنيه لسه قبض الشهر ده. طيب معانا اتصال. الو استاذ ناجي. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم استاذ ناجي. الو السلام عليكم وبركاته. اتفضل يا فندم اتفضل. معايا؟ يا فندم مع حضرتك برنامج جلسه حضرتك يا فندم. الله يبارك في حضرتك يا فندم. الله يخليك يا فندم. معلش يا فندم انا اسف جدا، انا مش هطول على سعادتك كتير. انا كل اللي عايز اقوله ان احنا سكان ناحيه الخلايا في قريه بياض العرب مركز بني سويف محافظه بني سويف. يا فندم معايا استاذ اشرف؟ معاك يا فندم معاك يا فندم معاك يا فندم. احنا بنتقدم باستغاثه الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان.
للتدخل يا فندم لحل مشكلتنا وتقنين وتوفيق اوضاعنا منعا للتشرد. صدقني اكثر من 1500 اسره يا فندم فيها جميع الاعمار من الطفل الرضيع لغايه الراجل الكبير والست الكبيره العجوزه اللي بيتعالجوا. يا فندم احنا عايشين على الارض اللي احنا بنتكلم عليها واللي احنا عايزين نقننها من 20 سنة. من يثبت الكلام ده. طيب تمام. انا كان معايا الاستاذ بكر اللي هو بتاع جمعيه المحافظه اللي تم استبدال الارض بالارض دي اللي عليها نزاع، وانا وعدت ان شاء الله ان انا انزل واصور مع حضراتكم. احنا بنتمنى انكم تيجوا تشرفونا وتشوفوا الوضع على الطبيعه. طيب بس عملنا زيارات ميدانيه يا فندم. لا انزل ان شاء الله بكاميرا برنامج همسه مواطن وهصور مع حضراتكم، وان شاء الله هيبقى في حل وهنوجه نداء للسيد وزير الاسكان. بشكر حضرتك وعلى وعد منا ان شاء الله نكون معاكم بكاميرا برنامج همسه مواطن ان شاء الله. شكرا لحضرتك. اتفضل يا زين. طبعا ادي جواب من الشؤون الاجتماعيه اهو، ان انا ظروفي لا تسمح باخد 1600 جنيه يحتوى 2600 بما فيهم القرض، بيخصم منا القرض يعني بيفضل حوالي 700 جنيه، وانا مريض قلب عندي ذبذبه اذنيه، قدمت كل الاوراق اللي تثبت ان انا مريض، معايا شهادات كمان انني اقعد في المنزل ما اشتغلش خالص، بس عشان خاطر الظروف اللي احنا فيها ما اقدرش اقعد، ده انا عليا قروض، عايش بالقرض، طلعت رخصه عشان اقدر ابني البيت واعمل له حلال وتجديد برضك من الاملاك عشان اقدر ابني وامشي صح. طيب يعني زي ما انتم حضراتكم شايفين مواطن عليه قرض، مواطن بياخد 2600 مطلوب منه يدفع منهم 2000 جنيه في الشهر ويعيش ب 600 جنيه في ظل الظروف الصعبه وارتفاع المعيشه اللي احنا بنمر بيه بسبب أزمة كورونا والأزمات اللي عاشها العالم كله. مشكلة تقنين الأراضي هي مش بخص قرية بياض العرب بس، المشكلة مشكلة محافظة بني سويف تما. الأسعار للأسف لجنة الاستثمار حطت أسعار لا طاقة للناس بها. أرجوك يا سيادة المحافظ لو سمحت، أنت حضرتك عندك مستشارين من الشباب وعملت حاجة نموذج مشرف جدا باختيارك لبعض الشباب من أبناء محافظة بني سويف كمستشارين ينزلوا يعملوا لك تقارير ميدانية ويعرضوها على سيادتك. أتمنى إن ملف تقنين الأراضي والأسعار يعطى لمجموعة من الشباب. الأسعار خيالية، الناس خلاص بتشتكي، وأنا بوجه ندائي للسيد رئيس الجمهورية. يا سيادة الرئيس، أهالي الريف وخصوصا الصعيد الظروف الاقتصادية بتاعتهم صعبة جدا. محافظة بني سويف من المحافظات اللي يمكن فيها مصانع كتيرة، لكن نسبة العمالة من أبناء محافظة بني سويف لا تتعدى 10%. أرجوكم أهالينا البسطاء لهم شكاوي، يا ريت يبقى في مقابلة مع السيد المحافظ ويسمع شكاوي الناس. أنا عندي ناس بتشتكي لي وبتتصل بيا من الورشة وصنور وبن سليمان والعلالمه وبياض والتل، عند كرة شرق النيل كلهم بيشتكوا من اسعار تقنين اراضي املاك الدوله. استاذ عبد الحميد، انت بتحب توجه رساله للسيد المحافظ تقول له ايه؟ يشوف اللجنه تطلع تشوف البيوت دي تاني، لان هم لما جوهم اللجنه لما جات احنا حسينا ان اللجنه متحامله علينا. انت جاي بتبيع لي قطعه ارض أنا من سنة 90 باني عليها بيت، جاي بتصور بيتي ليه؟ جاي أصور البيت، حتى الحمام، المطبخ، أوضة النوم، الصالة. يا سيدي أنت، أنا بيت بنيته بالجسم، أنا بيت خدت قرض. الحمام جنبية الدار الشرقي ليا، الحيطة في الحيطة، باني ببلوك ومش معرشه، كان ناله ب 700 جنيه. يا سيدي هو يا فندم، دي برضه مش نظرية. خلي إن في واحد خد قرض وحب يبني بالقسط، اقسم بالله يبني بيته وينظف بيته ويبني بيت كويس، ما اجيش اقول لا ده راجل نطر مبهدل. يا جماعه راعوا الجانب بنيم بالقسط ونطر بهدلنا، بهدلنا نزل على الفرش يعني كره شرق النيل في الشتاء اللي عدت وفي ظل الازمه بتاع الامطار، والله بيوت كتيره كانت للاسف يمكن الناس سابت البيوت اللي انتم بتبيعوا لها ب 1000 جنيه دي يا جماعه، والله الناس خرجت منها وراحت اللي ليه حد قريبه راح قعد عنده. يا جماعه لو سمحتوا راعوا البعد الاجتماعي للحالات دي، ويا ريت يبقى في بحث اجتماعي ويراعي ظروف الناس. احنا عندنا محافظه الفيوم 200 جنيه
محافظة المنيا 250 جنيه. يعني يا ريت تبقى نتساوى بالمحافظات اللي جنبينا زي محافظة المنيا، نتساوى محافظة المنيا أو محافظة الفيوم، نتساوى بالمحافظات دي، لأن فعلا أسعار غير عادية جدا، عالية جدا على المواطن. لينا أكتر من سنة يمكن اتكلمت ببرنامجي أكتر من حلقة، يا ريت السيد المحافظ يكون بيسمعنا ويسمع حلقتنا، وإن شاء الله أنا أبعت الحلقة للمهندس محمود المغربي مدير مكتب المحافظ، وأتمنى إن هو يوصل رسالتنا للسيد محافظ بني سويف، لأن فعلا أنت بتديني 1000 جنيه، قرى لا فيها صرف، يعني قرية صنور، قرية بني سليمان، قرية العلالمة، القرى دي ما فيهاش صرف صحي، وتيجي النهاردة تقول لي 1000 جنيه، يعني ما فيهاش خدمات. ناس يعني ورثت البيوت أبا عن جد. أستاذ عبد الحميد كلمة أخيرة. أنا عايز أوجه نداء لسيادة الرئيس، سيادة المحافظ، إن ناس بياض وناس كرة شرق النيل، ناس بسطاء، ناس فقراء، الرقعة الزراعية ما اتفتتت، أكتر واحد عندنا بيزرع في فدانين، يا إما إيجار يا إما ملك. يعني إحنا ما عندناش صنع حتى، وما عندناش مهن، ما عندناش مصانع، يعني إحنا مش ناس أغنياء، إحنا ناس فقراء فعلا الموظفين. أنا كنت موظف طالع معاش 2018 باخد 1800 جنيه. وعندك السوق تلات اولاد مراحل التعليم، تالتة ثانوي، رابعة حقوق، التانية هندسة، مش عارف. خليني ان انا بحت وعملت وسويت ودفعت القسط الاول، وهجيب القسط التاني منين؟ يبقى تضطر اعلم اطلع على الشراطه مش شغالهم بقى مع الميكانيك ومع الكهرباء ومع السمكر ومع السباك، وبلاش نتعلم، بلاش نعلم عيالنا. طيب ناخد كلمة أخيرة من حاج سيد، تحب توجه إيه للسيد المحافظ ندائك؟ أنا ببعت استغاثة للسيد رئيس الجمهورية والسيد المحافظ، وبشكر السيد معالي والوزير، وبشكر السيد رئيس الجمهورية اللي قال لك راعوا البعد الاجتماعي وظروف المواطن الفقير. يا ريت سيادة المحافظ يسمع الكلمتين دول وينفذهم من رئيس الجمهورية، لان هو يعتبر رئيس الغلابة. طبعا زي ما قلت قبل كده يا عم سيد، وانا معاكم في الشارع قلت لكم دايما السيد الرئيس القائد العظيم بيتابع ملفات الناس، خصوصا لما يكون ملف لناس بسطاء فقراء، دايما سيادة الرئيس بيهتم بيه. ان شاء الله صوتكم يوصل، وزي ما قلنا احنا دايما عشمنا في ربنا ثم في سيادة الرئيس يوصل صوت وصرخات نداء أهالينا، خصوصا في صعيد مصر. احنا يمكن نادينا بتخفيف العبء في قانون التصالح عن القرى، وفعلا كانت في استجابة وتم تخفيف السعر من 80 ل 50 جنيه. فاحنا بنشكر القادة السياسية بتاعتنا، القادة القيادة العامة اللي دايما بتستجيب لنداء البسطاء. نروح لفاصل ونرجع نواصل مع حضرتك. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وقبل ما ارحب بضيفي، طبعا هنا احنا معانا عقودات، احنا طبعا بنتكلم على تقنين اراضي املاك الدوله والاستغاثات من اهالي قرى شرق النيل. النهارده ده عقد من 2011، تسعيره المتر 70 جنيه. لما الاقي عقد جاري شارب 70 والاقي نفسي ب 700 جنيه، يا جماعه الاسعار مبالغ فيها. نرجو من السيد المحافظ يكون يفتح مكتبه ويستقبل الناس دي، ويراجع اللجنة تراجع تاني أسعار التقنين، ورحمة بأهالينا البسطاء. ورحب بيك أستاذ حمدي الشيخ. يا أهلا وسهلا أستاذ أشرف، وأهلا ببرنامجك الجميل همسة مواطن اللي دايما لامس فعلا مشاكل المواطن. ربنا يبارك فيك أستاذ حمدي، وده طبعا هدفنا وده برنامجنا، إن دايما يكون بينقل صوت وصرخات المواطن للسادة المسؤولين اللي دايما بيستجيبوا معانا. بس حمدي كانت في استغاثة وشكوى من أهالي بياض العرب بخصوص الوحدة الصحية. والله حضرتك احنا قرية بياض العرب دي تعتبر هي القرية الأم لجميع قرى الشرق. من ضمن الحاجات الموجودة فيها الوحدة الصحية، والوحدة الصحية الموجودة عندنا في قرية بياض العرب، أحب ألفت نظر حضرتك أن بها صيدلية تعتبر من أكبر صيدلات الوحدات الصحية على مستوى بني سويف. قرية بياض العرب اللي تعتبر قرية الأم لقرى شرق النيل كلها،
بتلاقي الخدمه فيها اصلا مش كويسه. لو خدنا بذاكرتنا ورجعنا لورا هتلاقي لحضرتك في التسعينات كده كنا بنلاقي دكتور موجود صباحا فتره صباحيه وفتره مسائيه، او الدكتور المقيم كان بيسموه الدكتور المقيم، حتى كان في في الوحده حضرتك يوجد مكان اقامه للدكتور. انت هتخليني بقى احرق، يعني انا مش المفترض ان انا في برنامج اعلن ان انا مرشح، ولكن ده يمكن من ضمن برنامجي، من ضمن اهداف برنامجي ان انا بناشد الحكومه وبناشد السيد رئيس الجمهوريه والسيد والسيده الدكتوره وزيره الصحه تفعيل دور الوحدات الصحيه ومد الوحدات الصحيه باحدث الاجهزه عشان نقدر في الريف ساعتك عشان نقدر نخفف العبء على كاهل المستشفيات العامه. انا النهارده لو ارجع زي ما انت حضرتك بتقول ل 30 سنه او 20 سنه كان عندي الوحده الصحيه بتقدم فيها جميع الخدمات فعلا فيها في التسعينات كنا فيها الحقنه لما بروح احتاج حقنه لما طفل بيسخن، وخاصة الريف دايما عرضة للمواقف الصعبة والمحرجة دايما اللي محتاج استغاثة فيها. يعني حضرتك احنا كنا، انت لو هتلاقي في الوحدة فيه مكان اصلا لإقامة الطبيب فيه الفترة المسائية وللمبيت فيه، حاليا انت بتروح 10 الصبح او 10 ونص الصبح خليها 11 ممكن يقول لك لا طيب مفيش قطع تذاكر وراه. اتصال، ناخد اتصال. الو، اهلا بيكو، اهلا بيكو استاذة كريمة. وعليكم السلام استاذه كريمه، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا فندم. والله يا فندم انا عندي بيت في منطقه الخليفه، تمام؟ بالنسبه لموضوع الخليفه يا استاذه كريمه، احنا في اكتر من اتصال معانا، ووعدنا الناس ان احنا هننزل ونصور بكاميرا برنامج همسه مواطن ونوصل صوتكم، لان موضوعكم عايز حل من السيد وزير الاسكان والسيد مدير رئيس المجتمعات العمرانية. فأنا وعد مني إن شاء الله أكون بكاميرا برنامج أمس مواطن معاكم وأسجل صرخاتكم ونقولها للسادة المسؤولين. بشكر حضرتك يا فندم. نرجع تاني لموضوعنا أستاذ. أنا عايز ألفت نظر حضرتك لشيء، إن عندنا في القرية إن لم يكن المواطن الغلبان البسيط الموجود عندنا في القرية يستمتع بحقوقه الصحية في الـ أو حقوقه الطبية في القرية، هيروح فين؟ وخصوصا إن احنا محافظة بني سويف أصبح ليس لديها مستشفى عام، استثنوا مستشفى ناصر التخصصي وخلوها عام، ولكن هي بتبعد كل البعد عن قرى شرق النيل. مستشفى العام كانت في بني سويف كانت بتخدم قطاع كبير جدا، وخصوصا ان محافظه بني سويف 80% منها ارياف و80 يعني واكثر من 50% منها ناس فلاحين بسطاء. فلو اتفعلت دور الوحدات الصحيه هنشيل العبء عن المواطن وخصوصا في الريف. لكن اصبحنا لما بنكلم السيد وكيل الوزاره او بنكلم حد في الصحه للاسف بيقول لنا عندنا عجز في الاطباء. يعني سعادتك انت ما بتلاقيش دكتور في الفتره المسائيه في هم في قالوا ان الدكتوره بتيجي يومين فقط، طب باقي الاسبوع. طيب سعادتك قال لك في يعني أكتر من اغلبيه فقط. المزارعين عندنا لما يصاب هيروح فين؟ اغلبيه الناس البسطاء لما تكون في طوارئ ليه؟ طفل سخن ابسط شيء ان انت بتديله يا سيد الفاضل، ده في مشكله المفروض يبقى في الوحده الصحيه مصل، ان احنا قريه هو جبليه معرضه للدغات الافاعي، لمعرضه للدغات العقارب، لا يوجد مصل بالوحده الصحيه ابدا. طيب انا لما اروح لو انا اصبت بلدغه ثعبان او بلدغه عقرب، الاقرب ليا ان انا اروح للوحده الصحيه نظرا لقصر المسافه ما بين بيتي وما بين الوحده، ولا اركب واروح المحافظه؟ لا طبعا، هو لو في لو دور الوحده الصحيه فين المصل ساعات؟ ما فيش مصل فيها المصل وفيها الطبيب المقيم. يا جماعه يعني معلش، احنا لما بنسال بيقول لك احنا عندنا عجز في الكادر الطبي، ما تخليش كليه الطب بتاخد من 90% وترجع تقول لي عندي عجز. ارجوكم احنا عندنا عجز، يبقى ناخد من 97 من 98 ونخرج.
يا جماعة الوحدات الصحية هتشيل عبء كبير جدا جدا على المستشفيات، سواء الجامعة أو المستشفى التخصصي أو العام في أي محافظة. يمكن من ضمن كمان نداءات أهالي بني سويف إن هم بيطلبوا من الريس بقى، طبعا إحنا بنعتبر سيادة الريس أب وراعي لكل مواطن مصري مقيم على أرض جمهورية مصر العربية. سيادة الريس محافظة بني سويف لها مطلب عند سعادتك، ألا وهو إنشاء مستشفى عام. عندنا مساحات شاسعة كبيرة جدا خاصة بعد ما بشرق النيل محولت مستشفى العام إلى مستشفى استثماري. طب الفير يروح فين؟ كمان عندنا نص أكتر من 14 ألف متر ما زالوا موجودين من المستشفى العام، ممكن يتاخدوا ويحولوا لمستشفى عام تقدم الخدمة المجانية لأهالينا البسطاء. وأيضا من ضمن برنامجنا كمان إن احنا نناشد السيد الرئيس بتطبيق منظومة الصح التأمين الصحي الشامل لأبناء بني سويف. بني سويف محافظة فقيرة، أي نعم فيها مشاريع عملاقة وفيها خمس مصانع بس إسلام. للأسف مش الأهلها ولا شبابها، 10% أو اللي هم يعتبروا من أهلها. ويمكن ده اللي أنا بطالب السيد المحافظ، سيادتك إحنا لينا طلب كأبناء بني سويف وكأهالي محافظة بني سويف إن أي استثمار يقيم عندنا في محافظة بني سويف، طبعا مصر كلها لأبنائها ولكن أنا بتكلم على أبناء محافظة بني سويف، يبقى هناك نسبة يعني من 50-60% على الأقل لأبناء محافظة بني سويف عشان يحصل عندي انتعاشة عندي أكبر مصانع، ولكن عندي نسبة بطالة عالية جدا. شباب محافظتنا أولى بخيرها، لأن أنا ما يعني ما يبقاش أنا مصنعي في 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 بلدي ويجي واحد من المنوفيه واحد احنا من زي ما الدوله بتقدم للمستثمر تسهيلات، احنا بنرحب طبعا بالاستثمار لانه طبعا الاستثمار بيعود علينا كمصر بطاله واقتصاد ودخل قومي للدوله. ولكن لما يبقى محافظه كبيره زي محافظه بني سويف ويبقى نسبه العماله في المصانع الكبيره زي حديد عز زي حديد أبو عشيمة وزي مصانع الإسمنت الخمسة أو الستة والكهرباء، محطة الكهرباء لو دورنا نسبة العمالة فيها 10 أو 15% أقل من كده. برضو السيد المحافظ ولجنة الاستثمار في محافظة بني سويف توضع شرط على أي مستثمر يبقى فيه 60% من لأبناء بني سويف أو 70% من أبناء المحافظة و 30% سيدي يبقى تبع للي هي المهن المتخصصة أو الحاجات اللي أنت أو المهن المعينة اللي أنت ممكن ما تجدهاش في محافظة بني سويف. نرجع تاني لموضوع الصحة، ويمكن أنا في اتصالي اتصلت بالدكتور أحمد بغدادي ووعدني إن شاء الله اللي هو وكيل وزارة الصحة مدير العيادات وعدني ان هو يحل مشكلة بياض العرب. وانا بوجه بقى رسالة للسيد وكيل الوزارة والسيد محافظ بني سويف، ياريت قرية بياض العرب القرية الام يسكنها اكتر من حوالي 16,000 نسمة، ده من اهالي بياض، ده غير المغتربين، ده غير زاد عليها الخلايفة يعني كمان دي اكتر من حوالي 1000 كبرت كمساحة منزل. يعني بياض داخلة في حوالي 25,000 نسمة ما فيهاش، مش هنقول لا الطبيب يقال ان هو بيجي يومين بس في الاسبوع، قرية كبيرة ما فيش طبيب كمان يا استاذ اشرف في فترة مسائية، يعني المفروض يبقى فيه زي الاول كان، يعني احنا في التسعينات كده كنت حضرتك بتلاقي فيه طبيب فترة صباحية في طبيب فترة مسائية، فكان أي فرد من الأهالي يعرض لأي تعب كان بيذهب للوحدة الصحية. وبعدين احنا أهالي قرية بياض أهالي بسطاء، يعني هيروح إن شاء الله أستاذ حمدي يكون صوتك إن شاء الله، بنتمنى ذلك، هنتواصل مع حضرتك إن شاء الله، نروح أنا وحضرتك زيارة للسيد وكيل الوزارة. طبعا في موضوع تاني مهم جدا ألا وهو الصرف الصحي لقرى شرق النيل خصوصا قرية العلالمة. والله أنا كنت في زيارة ميدانية لقرية العلالمة ذهلت، مية طالعة من تحت البيوت بسبب المياه الجوفية وبسبب طبعا خزانات اللي بتتعمل لأن ما فيش صرف. واللي يحزنني أكتر
ان العلالمه وبني السمان وصنور والتل دول قرى ضفاف نهر النيل في محافظه بني سويف، واخدين قرار من السيد رئيس الوزراء ان قرى ضفاف النيل يتم ادراجها في اقرب موازنه لخطه الدوله لادخال الصرف الصحي عشان نقدر نحافظ على مياه نهر النيل من التلوث، لان تلقائيا الصرف الصحي بتاع القرى دي بينزل على نهر النيل. قريه بني سمان للاسف قالوا لنا من حوالي 6 شهور جات الشركات وتم الاستلام، ولكن هناك وكان في قرار نشكر برضه بعض السادة النواب اللي ساهموا فيه، قرار من السيد رئيس الوزراء ان بياض بني سمان وصنور يدرجوا او يتم توصيل الصرف الصحي ليهم على مدينة بني سويف الجديدة، ولكن هناك الروتين اكتر من 6 شهور وما تمش العمل، الشركات توقفت بعد ما تم استلام المحطات. انا بوجه ندائي للسيد المحافظ محافظ بني سويف، يا فندم قرى شرق النيل بني سليمان وصنور والتل والعلالمة دول قرى ضفاف النيل اللي المفروض احنا كدولة بنحافظ على مياه النيل من التلوث، يا ريت يبقى في تحرك من الجهات المسؤولة سواء شركة المياه والشرب وعلى رأسهم السيد محافظ بني سويف، ويكون في تعاون ما بين شركة المياه والشرب وجهاز المجتمعات العمرانية، لأن جهاز المجتمعات العمرانية ما سابش حتى حيز عمراني للقرى دي، وكمان للأسف في أخطاء في تنفيذ شبكات الصرف الصحي مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل قرية بني سمان الشرقية وطبعا قرية العلالمة، وحصل في بياض كده برضه، وحصل في بياض نفس الوضع بسبب المصانع، ولكن قرية بني سمان هي دايما هي قرية الأقرب إلى جهاز المجتمعات العمرانية. شفنا البيوت دي قرية ريفية، البيوت للأسف حصل لها تشققات وبدأت تريح، فأنا طبعا بناشد السيد المحافظ، بناشد السيد رئيس شركة المياه والشرب المياه والصرف الصحي بني سويف، والسيد مدير مجتمعات رئيس جهاز مجتمعات بني سويف، يبقى في تعاون ويتم ادراج قرى بني سليمان وصنور والعلالمة. دايما الوقت معانا مخرجنا، طيب ادينا بس دقيقه او دقيقتين عشان نقدر نوصل صوت اهالينا. العلالمة، بني سليمان، التل، السبيل، قرى ضفاف نهر النيل، ارجوكم في قرار من السيد رئيس الوزراء بادراج القرى الواقعه على ضفاف نهر النيل. دايما وقتنا معاكم بيخلص بسرعه، لكن احنا متواصلين دايما لتوصيل استغاثاتكم، دايما متواصلين مع المسؤولين لتوصيل مشاكلكم. في نهايه الحلقه بشكر ضيوفي وبشكركم واترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.